بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين، نطلب من الله التوفيق والسداد لجميع المشاركين في شوطنا الرابع عشر للإجداع القعدان، مسافة 5 كيلومترات حاضرة وحاضنة لهذه الشعارات، لهذه الأسماء التي انطلقت وزينت لنا أرضية ميدان الطايف بألوانها الجميلة، بشعاراتها المختلفة، بقعدانها المتواجدة، مع انطلاقتنا الموفقة بعون الله تعالى، مع مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن 2024 هنا في هذا العام، عام الإبل، عام للإنجازات، عام للاحتفاء بعشاق الأصالة، بعشاق الموروث، بعشاق الإبل، بعشاق السباقات وانطلاقات هذا الشوط وانطلاقات الإجذاع، وختام انطلاقاتنا للإجذاع في فترتنا الصباحية. نبحر وإياكم إلى الصدارة، من يتقدم يبحث عن الانتصار يتقدم الآن، زعل القاء المتقدم مع انطلاقة حمد بن علي بن عامر بن طفل الفهيد المري يقدم لنا انطلاقة زعل، ولكن الله يتسلل إلى الانطلاق من سنجار محمد بن صالح بن جابر الجابر المري، يقدم لنا سنجار باحثا عن الانتصار مع انطلاقات المميزة، مع حضور الكبير في الصباح اليوم. ثانيا زعل، يتقدم حمد بن علي بن طفلة المري، يقدم لنا زعل، شعار كريزي يتقدم الآن. ثالثا نتابع القدوم، وصل عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي، يقدم لنا انطلاقة ذحاح القادم، ذحاح يبحث عن الانتصار، يبحث عن النماسة. رابعا وصل في هذه اللحظات مفرح بشعار وانطلاقة عبد الله بن مشهور بن عبد الله آل يحيى الشريف، يقدم لنا مفرح المركز الخامس، غير الآن إلى المركز الثالث، وصل الكايد أسعد بن ناصر بن سعيد الغيلاني، يقدم الكايد، والكايد أحلى دائما، يرعى الكايد، يأتي ثالثا المركز الخامس من الجانب الأيمن، هنالك يتقدم بالتقدم الممتاز شعار رعد سعود بن غريب بن فند السويد الشمري، يقدم لنا انطلاقة رعد، الرعد يا رعد، يأتي الآن من الخامس إلى الرابع، يقترب الآن، ناخذ السادس سراب الهمامي، ناصر بن سالم بن علي الهمامي، أبدع وتألق بانطلاقاته في سن الحقايق، يقدم سراب في الإجذاع ليتجدد الإبداع. المركز السابع المهندس، ومثل هذه الأشواط في مهرجان ولي العهد للهجن تحتاج لهندسة، يا راعي المهندس سفر بن سالم بسبيح العتيبي مع المستوى السابع وسابع المراكز، ناخذ المركز الثامن في هذه اللحظات، يأتي الآن، يحضر الآن، يتألق الآن مع المركز الرابع، وصل الآن صغان بدر بن ناصر بن سالم الناطور الشمري، يقدم شعاره مع المركز الثامن، التاسع يصل الآن، لنتابع الآن التقدم والحضور. Let's go.
وصل في هذه اللحظات حرق جابر بن محمد بن جابر بن حرب المري يقدم لنا حرق القادم الآن مع المركز التاسع المركز العاشر بالرقم واحد. ونختم نداؤنا وجولتنا في هذا الانطلاق عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمار المري يقدم سنيار مضمر هاوي يأتي الآن هاوي الانتصار يبحث عن النوماس والقادم وصل الآن ثمين عيد بن عواد بن مطلق الحمر البلوي قادما مع ثمين متابعين الأعزاء الانتصار ثمين نعود إلى صداره غير المهندس حضر من المركز السادس أو السابع على ما يبدو لي في النداء ما قبل لحظات والآن يأتي بالصدارة بهندسة بحنكة من سفر بن سالم بسبح العتيبي يقدم المهندس يبحث عن الانتصار يبحث عن النوماس يا سفر يا بن سالم يا بن عويض يا بسبح الانتصار ما لا عوض الكيلومتر الأخير دقت الأجراس وحبست الأنفاس يا سفر يا بن سالم يا بسبيح سراب ثانيا ناصر بن سالم الهمامي قادما وصل ثمين وصل ابو نايف عيد بن عواد بن مطلق الحمري البلوي ووصل بن بيشون يقدم لنا الاداء المميز الان مع حضور وتواجد صوغان فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشون العجمي بن رويشد قادم مع صايب ولكن أهالي جودة يسعد صباحك على هذا الحضور يا أبو محمد انطلق وغادر تألق في هذا الشوط مع صغان بالأداء الفنان بالأداء المميز أبناي نجران قادمين الآن ولكن انطلق أبو محمد قدم الأداء الأول فهد بن محمد بن فهد الرزق العجمي بن بيشون يتألق بشعاره يتألق مشكور يا أبو محمد مشكور على هذا الأداء مشكور على هذا الحضور يا سعود يا بن محمد يا بن بيشون ويا فهد يا بن محمد يا بن بيشون إلى جوده السلام أبناء المملكة والسلام إلى جوده يا حلو الجوده اليوم يا رعية هذا الأداء المميز ثانيا ناصر بن سالم الهمامي قدم أداء كبير ثالثا شعار حمد بن سالم الصغير العويسي مع عمدهم رابع المراكز حضر بتميزه بالمركز الرابع ومع رابع التحديات متابعينا الأعزاء إذن تهانينا لأهالي جودة على هذا الانتصار المميز والحضور الجميل في هذا المهرجان المركز الأول حضر شعار بن بيشان فهيد بن محمد بن بيشان الرزق العجمي تألق في هذا الشوط وتألق بالأداء المميز نوماس ما بعده نوماس في مهرجان ولي العهد للجن صوغان فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي 7:54 22 جزء من الثانية صوغان ذهب بالسلام والانتصار إلى أبناء المملكة العربية السعودية وبالتحديد إلى أهالي جودة ومع هذه الجودة الفاخرة في هذا الصباح ثانيا سراب ناصر بن سالم بن علي الهمامي 7:57 جزء من الثانية ثالثا مداهم حمد بن سالم الصغير العويسي 7:57 40 جزء من الثانية المركز الرابع ملفت محمد بن راشد بن علي الفهيد المري قدم ملفت خامسا صايب سليمان بن سلام بن سليمان الفايدة الجري متابعينا الأعزاء في كل مكان ملخص شوطنا الرابع عشر للقعدان وتحديات شوطنا العام ومسافة 5 كيلومترات متابعينا الأعزاء تهانينا لبن بيشان على هذا الأداء الفنان صوغان بطلا للميدان في انطلاقتنا الختامية لأشواط العام وفي فترة الصباحية انطلق وغادر بالانتصار هكذا ملخص شوطنا الرابع عشر وهكذا الإبداع مع شعار فهيد بن محمد بن فهيد
الرزق العجمي. متابعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام انطلاقاتنا في الفترة الصباحية، على الأمل اللقاء بكم في أمسية الذهب، في الأمسية التراثية برباعية الذهب. نتمنى لجميع المشاركين في أشواط الذهب في مساء اليوم التوفيق والنجاح، على الأمل أن نلتقي بكم عند الساعة الثالثة من مساء اليوم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. سلمى.